هذه مريم وهذه هي حديقتها المنزلية الرائعة. يبدو أن مريم قد بذلت الكثير من الجهد والوقت من أجل جعلها كذلك. كيف تمكنت من الحصول على الأدوات اللازمة واستخدامها بشكل صحيح للوصول إلى هذه التحفة النادرة دون الخروج من منزلها؟ وهذا يوسف، كان موظفاً ولكنه أنشأ مزرعته الخاصة التي يستخدم فيها أحدث التقنيات الزراعية المتطورة، مثل الزراعة باستخدام الإضاءة الصناعية والزراعة بدون تربة بتقنية هيدروبونكس. وبذلك تمكن من زراعة نباتات لم يكن من الممكن زراعتها بالمملكة من قبل بهذه الجودة. لقد أصبحت مزرعته من أكثر المزارع نجاحاً مع أنه لم تكن لديه خبرة بالزراعة في البداية. إن يوسف رجل أعمال ذكي، كيف وصل إلى المعرفة التي ساعدته على إنجاح هذا المشروع؟ ما هو سر نجاحهم إذن؟ إنهما فقط توصل إلى المكان الصحيح حيث يمكنهما الحصول على كل ما يلزمهم، والأهم من ذلك المعلومات والنصائح من الخبراء في هذا المجال والتي يستطيعون الحصول عليها على مدار الساعة. نحن في الآفاق العالمية الزراعية نحرص على تزويد عملائنا بما هو أهم من الأدوات الجيدة والبذور والنباتات، فإننا نقدم لهم معلومات دقيقة من خبراء في التقنيات الزراعية العالمية، كما أن عملاءنا يستطيعون شراء ما يلزمهم من منتجاتنا عن طريق موقعنا الإلكتروني بكل سهولة ويسر، ويمكنهم الاستفسار عن أي شيء عن طريق وسائل التواصل المختلفة. وكما استطاع يوسف ومريم وغيرهم الكثيرين من عملائنا تحقيق نجاح مميز واحترافي، فإننا نتشرف بمساعدتكم للنجاح في أعمالكم الزراعية. الآفاق العالمية الزراعية.